إلى الصيعري، الكرة ملعوبة، صيعري يحصل على كرة، صيعري حاول فيها لكن كرة الصيعري مقطوعة ترجع لصالح نادي شباب. صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة على الوحدة وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء. يعني الصيعري ممكن أقل لاعب في كرة القدم خاض دقات في تاريخ كرة القدم. صيعري الآن وصل لملعب المباراة وقال لسكومينا يلا مع السلامة من المباراة، غادر ملعب المباراة الصيعري. بطاقة حمراء للصيعري وبطاقة صفراء أيضا أشار حكم المباراة على ما يبدو لبوتية لاعتراض بوتية على هذا القرار، قرار من سكومينا. لا أعلم إذا كان على ماذا القرار جاء من السيد سكومينا في هذه اللقطة ضد الصيعري. يبدو أنه في شيء خارج عن الإطار القانوني من الصيعري، لهذا حكم المباراة سكومينا مباشرة لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء لمحمد صيعري. يعني حتى عرق لم ينتثر من ذرة عرق الصيعري في شوط المباراة الثاني من البداية. يترك ملعب المباراة بالبطاقة الحمراء على ما يبدو بأنه شيء خاص بينه وبين حكم المباراة، حكم المباراة، لهذا أشهر البطاقة الحمراء للصيعري. فقد أعصاب الصيعري في لحظة